لحظات ملحمية ونادرة في تاريخ كرة القدم. يمكنكم أن تتابعوا لاعبي أياكس وكيف نفذوا ركلة الجزاء بتمريرها بين بعضهم البعض. هنا أصيب هذا اللاعب، فتابعوا كيف يقوم خصمه برفعه بهذا الشكل، وبعد ذلك عند رفعه بهذه النقالة تابعوا كم مرة أسقطوه على الأرض بشكل مضحك. يحاول حارس مرمى إنتر ميلان إيغاظة زلاتان إبراهيموفيتش حتى يشتت ذهنه عن ركلة الجزاء. هنا فانستيرلوي أضاع ركلة الجزاء، فشاهدوا هذا اللاعب كيف أتى لإيغاظته. هنا لويس سواريز يقوم بعض لاعب تشيلسي من كتفه بهذه الطريقة. بعد أن سجل هذا اللاعب ركلة الجزاء تابعوا كيف يحتفل وكأنه أصيب ويمشي بشكل مضحك. لنشاهد ميسي ماذا فعل بلاعبي الخصم أمامه وكيف أسقطهم واحدا تلو الآخر. هذا اللاعب راوغ لاعبين دفعة واحدة وبطريقة سلسة أسقط الثالث أرضا بهذا الشكل الإبداعي. لنتابع هذه المشدة بين تيري هنري وكريستيانو رونالدو كما ترون أمامكم. مشدات بين ديفيد لويز ولاعب مانشستر يونايتد، فتابعوا كيف سقط الأخير وأخذ يمثل أنه ضرب وأعطاه الحكم البطاقة الصفراء. وصلت الكرة إلى فان دايك، فتابعوا كيف سددها لترتطم بالعارضة وتنزل على الأرض، وهنا تقنية عين الصقر أثبتت أنه ليس هدفاً.